بسم الله، اليوم بنكمل تشابتر 12. تشابتر كتير سهل وكتير قصير، وإن شاء الله الأسئلة اللي بتيجي عليه بتكون كتير سهلة. هلأ اللي بيحكي التشابتر عن الساوند ويفز، أول إشي بيحكي لك عنه الـ intensity of the sound waves اللي هي شدة الصوت. It's the energy transported by a wave per unit time across a unit area، وبتكون لك عمودية على الـ wave amplitude. قلنا الـ wave amplitude اللي هو السعة. فأنا حكى لك إنه الـ speed of the sound in air v تساوي 331 زائد 0.6 t. هاي بالعادة ما بيجيش عليها كتير أسئلة، يعني بس هيك بتكون. intensity of sound بتساوي الـ power per unit area. هاي أول قانون عندنا اللي هو الـ I بيساوي الـ P على الـ M. طيب هلأ نيجي للشغلة هون نشرحها على الـ M. عنا هون لو شخص مثلا عم بيطلع sound waves، عم يحكي مثلا شغلة معينة، فطلع منه الموجات الصوتية. فهلأ الموجات اللي بتطلع منه رح تكون على شكل نصف دائرة أو زي نصف كرة. أوكي، هاي المسافة يلي بين الشخص ونصف الكرة، أوكي، واللي هي عبارة عن نصف قطر. بما أنه هو موجات الصوت بتكون على شكل نصف دائرة، المسافة بينه وبين هاي الموجات بتكون R. معناها هلأ عنا الـ A تبعت الكرة كاملة مفروض تكون 4 باي R تربيع اللي هي مساحة الكرة كاملة، لكن بما أنه موجات الصوت بتكون على أشكال نصف كرة معناها المساحة رح تكون 2 باي R تربيع، وبالتالي هاي هي المساحة اللي إحنا رح نحطها بالقانون. فلما نيجي نعوض I تساوي P على A، الـ A هنا لما نيجي نعوضها رح تكون 2 باي R تربيع لأنه هي عبارة عن مساحة نصف كرة. هلأ الـ R هاي هي المسافة بين الشخص وبين اللي هي الموجات الصوتية. طيب هلأ هون بعدين حكالك انه الـ I بتتناسب طرديا مع P، والـ I بتتناسب عكسيا مع 1 على R تربيع. هون مش عوضنا الـ A قانون 2 باي R تربيع، فصارت الـ A تتناسب عكسيا مع R تربيع. فكلما زادت كلما زادت المسافة الـ I بتقل. هلأ the low frequency speaker of a powerful stereo has a surface area of a half meter تربيع and produce 1 watt of power. What is the intensity of the speaker؟ هون تعويض مباشر، احنا معطينا هون الـ P بتساوي 1 watt، معطينا هون المساحة A 0.5 تربيع، فبنقول P على الـ A على السريع تعويض مباشر. اللي بعديها at what distance from the speaker the intensity will be 0.1 watt على متر تربيع. بده distance، المسافة اللي بتكون بين السبيكر وبين الموجات هي R، وبالتالي لما نيجي نعوض بالقانون I تساوي P على 2 by R تربيع. هو معطيك انه ال intensity 0.1 والوات معطينا اياها هون 1 watt على 2 by R تربيع، ال R احنا منطلعها. اوكي، فرح تصير عنا R تربيع، بناخد جذر للطرفين وبطلع معنا R الجواب. What is the total power output of loudspeaker for which the intensity over the surface of the hemisphere 10 meter away is 10 سالب 4 وات لكل متر تربيع؟ هلا احنا عنا المسافة 10 متر والآي معطينا إياها بالسؤال 10 سالب 4 وات لكل متر تربيع، وهو إيش بده؟ the total power يعني بده P. فهنا برضو تعويض مباشر I تساوي P على 2 by R تربيع، okay. وبنعوض بالآلة الحاسبة بنحطها وبيطلع معنا الجواب تعويض مباشر. هلأ قانون تاني لل intensity غير القانون الأول، وقال لك الـ I تساوي دلتا P تربيع اللي هو الـ pressure على 2 رو في V. هلأ الدلتا P هو الـ amplitude pressure بالباسكال، والرو اللي هي الـ density، والفي اللي هو الـ speed. هذا برضو معظم تعويضات وتعويض مباشر على القانون. What is the pressure amplitude of the thunder with an intensity of 0.1؟ فهلأ معطيك الرو، معطيك الفي، وعندك الـ intensity. فمنقول I تساوي 0.1 والرو معطينا إياها والفي معطينا إياها، بده الدلتا P، فبنعوض تعويض مباشر بالقانون وبيطلع لنا الجواب. هلأ نيجي لهذا السؤال. Two sound waves
of the same intensity. يعني I1 تساوي I2. Travel in the air and water. واحد فيهم in the air. نقول مثلا هذا واحد in the air وهذا in the water. نختصر water W. What is the ratio of the pressure amplitude of the sound in the two medium? هلأ الراتيو اللي هو النسبة. لما يحكوا لك بده ratio لشغلة معينة معناها النسبة بين شغلة مثلا P1 على P2. النسبة بين رقمين أو النسبة بين مجهولين أو شغلة. فهو معطيك الرو للأير والفي للأير. الرو للأير 1.2 والفي للأير 344 والرو للدبليو 1000 كيلو جرام على متر تكعيب والفي للدبليو 1440. طيب هلأ بالتعويض مباشر هلأ عنا هنا الآي للأير تساوي الآي للووتر. فهلأ الآي للأير قانونها الدلتا بي للأير الكل تربيع على 2 رو للأير في للأير تساوي الدلتا بي للووتر تربيع على 2 رو للووتر في للووتر. فهلأ برضو بنعوض. هلأ الدلتا بي للأير مجهولة مش موجودة معنا على 2 الرو للأير 1.2 الفي للأير 344. هنا الدلتا بي مش موجودة معنا منعوض هدول 1000 وهاي 1440. هلأ منيجي أم نضرب ضرب عكسي نعمل تبادل بصير عنا دلتا بي اير الكل تربيع على دلتا بي دبليو الكل تربيع وهدول بيصيروا على بعض. بنحط هدول الأرقام على بعض هذا عنا تربيع بنعمل جذر وجذر وآخر إشي لما نعمل جذر بيطلع عنا دلتا بي للأير على دلتا بي للووتر. فهاي هي النسبة اللي بينهم والرقم اللي بيطلع لنا هو الجواب. طيب عنا هنا برضو هذا السؤال مهم تقريبا نفس فكرة اللي قبله بس شو اللي غيروا فيه؟ بدل ما يخلوا الانتنسيتي هي اللي متساوية خلوا هنا البريشر امبليتيود هو المتساوي. فنيجي هون بحكي لك if the pressure amplitude of the sound in air and water are the same يعني دلتا بي للأير بتساوي دلتا بي للواتر. What is the ratio of the two intensities؟ هالمرة بده العكس بده النسبة تبعت التو intensities. هلأ عنا هون على جانب نقول مش الآي بتساوي دلتا بي تربيع على 2 في رو في في. فعشان نخلي دلتا بي التربيع لحالها بنقول رح تساوي I مضروبة في 2 رو V. هلأ هذا القانون للدلتا P تربيع. طيب هون عنا دلتا P R تساوي دلتا P W. هلأ طالما انه هدول التنين دلتا P R بتساوي دلتا P W نفس الرقم رح يكونوا انه نفس المتساويات مع بعض فمعناها التربيع تبع هاي رح يساوي التربيع تبع هاي. هيك بنقدر نعوض بالقانون. فبصير عنا دلتا P للR I مضروبة في 2 رو للأير V للأير هون أير حتساوي الانتنسيتي للووتر مضروبة في 2 رو ووتر V ووتر. فهلأ منقول I أير ال I للووتر بنوديها للجهة الثانية فرح تصير مقام رح تصير I للووتر رح تساوي هدول الأرقام بنوديها للجهة الثانية فرح تصير مقام برضه فرح يصير عنا 2 رو للووتر في للووتر على 2 رو للأير في للأير. الاثنين بتروح مع الاثنين بيطلع عنا I للأير على I للووتر تساوي رو للووتر بألف الفي للووتر بألف وأربعمية وأربعين على رو للأير 1.2 هون 344. بنحط هذا بالآلة الحاسبة وبطلع لنا على السريع الـ IR على الـ IW اللي هو الـ ratio تبعهم. هلأ في كمان ملاحظة إنه الـ V ممكن يكون إلها رمز تاني اللي هو C فسواء كانت هاي أو هاي تناتهم بيعبروا عن الـ speed. طيب نيجي للسؤال اللي بعده اللي هو هاي if one sound wave has twice pressure amplitude. هاي عنا الساوند ويف البريشر امبليتيود تبعها الدلتا بي
has twice, هي نقول هاي دلتا بي 1 بتساوي twice the other in the same medium, وهي دلتا بي 2 twice. معناها احنا عنا موجات صوتية, الدلتا بي تبعها لأول دلتا بي عندها بتساوي ضعف الدلتا بي الثانية. What is the ratio of the intensities؟ برضو بده النسبة بين ال intensities. هلأ دلتا بي 1 تساوي 2 من دلتا بي 2, نربع الطرفين وبصير عنا دلتا بي 1 تربيع تساوي التربيع مع الاثنين 4, وهنا دلتا بي 2 تربيع. أوكي, فهلأ منيجي بنعوض كل واحدة, منيجي بنعوضها بقانونها. فبنقول الدلتا بي 1 تربيع عبارة عن I1 مضروبة في 2 رو 1 V1, وهاي الأربعة بتنزل, نحط قانون هاي ال I2 مضروبة في 2 رو 2 V2. أوكي, هلأ الرو 1 V1 وهنا الرو 2 V2 هدول بيروحوا مع بعض لأنه كلياتهم ثوابت, لأنه بما أنه هو نفس الوسط نفس الميديوم رح يكون عنده نفس الانتنسيتي والكثافة, فهدول كلياتهم رح يروحوا مع بعض, فرح يضل عنا أنه الـ I1 رح تساوي 4 من I2, فهي النسبة بينهم. هلأ النسبة ممكن تكون على شكل بسط ومقام على شكل كسر, أو ممكن تكون بهذا الشكل حسب شو بيجي بالاختيارات. طيب عندنا هنا قانون اللوج, هنا قانون اللوج مهم, the log scale هذا أكيد رح يجي عليه بالامتحان, the intensity والsound level. هلأ ال B اللي هي اسمها الsound level بالdecibel, تقاس بالdecibel, بتساوي العشرة في log ال I على ال I note, هذا قانونها. هلأ ال B اللي هي الsound level والآي اللي هي الانتنسيتي. هلأ إيش هي الآي نوت؟ الآي نوت اللي هي أقل شدة ممكن الإنسان يسمعها, أوكي, فأقل شدة بيحتاج الإنسان عشان يقدر يسمع الأصوات, واللي هي بتساوي مقدارها 1 ضرب 10 أس سالب 12 دبليو لكل متر تربيع. أوكي, هلأ نيجي للأسئلة. عنا هنا A busy street corner, the sound level is, هلأ sound level يعني البي بتساوي 75 decibel. What is the intensity of the sound? الآي بتساوي قده؟ الآي نوت نحفظها 1 ضرب 10 أس سالب 12 دبليو لكل متر تربيع. فلعنا بالقانون مباشرة 10 في لوج الآي على آي نوت, البي 75 في 10 لوج الآي على الآي نوت 1 ضرب 10 أس سالب 12. هلأ شو اللي بصير هون؟ نقسم أول إشي على 10 عشان نتخلص منها, فبصير 7.5 log ال I على 1 ضرب 10 سالب 12. هلأ إحنا عنا من قوانين اللي كانت عنا برياضيات أخذناها باللوج إنه العشرة أس log رح تصير بتساوي ال I, إنه من القوانين اللي أخذناها إنه لو مثلاً كانت عنا 10 أس لوج رقم 5 مثلاً, فهي الخمسة رح تنزل رح تصير 5, أوكي. فهلأ عنا هون مثلاً إحنا رح نحط 10 أس 7.5, وهون رح نحطها 10 أس لوج الآي على 1 ضرب 10 أس سالب 12, فبيصير عنا 10 أس 7.5 رح تساوي العشرة أس لوج, رح نجيب الرقم يلي بين الأقواس وننزله ونشيل اللوج ونشيل العشرة. فهلأ هون عشرة أس لوج الآي على 1 ضرب 10 سالب 12, هاي كلياتها رح نشيلها ورح نحط مكان الكسر يلي بين الأقواس, فرح يصير عنا آي على 1 ضرب 10 سالب 12. هلأ صار عنا بنضربهم ضرب عادي, فبتصير عنا آي بتساوي 10 أس 7.5 مضروبة في 1 ضرب 10 سالب 12, وهيك بنطلع الجواب تبعه. طيب اللي بعده نقول what is the intensity level اللي هو بده of sound. هلأ هو بده level of sound, معناها اللي طالبه بالسؤال هو بي تساوي قده. الانتنسيتي تبعتها اللي هي الآي 5 ضرب 10 أس سالب 10, هون تعويض
مباشر 10 log الآي قد 5 ضرب 10 السالب 10 على 1 ضرب 10 السالب 12. هاي كلها بنحطها بالآلة الحاسبة وبتطلع لنا تعويض مباشر 27 ديسيبل، بيطلع الجواب دي. نيجي عنا هنا A temperature plays at sound level of 75 decibel. A trumpeter plays at sound level of 75 decibel. فهي B تساوي 75 decibel. Three equally loud trumpet players joined in. What is the new sound level? هلأ بحكي لك إنه عازف عم يلعب at a sound level of 75 decibel. إجوا كمان ثلاث أشخاص بنضموا له بالعزف. أوكي؟ هلأ الساوند ليفل الجديدة إيش رح تكون؟ هلأ إحنا الترامتر الأول هنا أول إشي عشان نطلع بيه لنيو اللي هو الجديدة لازم يكون في عنا 10 لوج الآي نو على آي نوت. طيب لازم يكون في عنا انتنسيتي جديدة كمان. طيب هلأ الانتنسيتي الجديدة عبارة عن هلأ الانتنسيتي التوتال أوكي رح تكون عبارة عن الآي مجموع الآي الانتنسيتيز تبعون كل اللاعبين. يعني إحنا عنا هنا اللاعب الأول الانتنسيتي تبعته آي واحد أوكي زائد انضموا له كمان ثلاث لاعبين أوكي كل واحد فيهم الانتنسيتي تبعته آي 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 فرح يصير عنا ثلاثة آي. فيعني باختصار الآي نيو رح تساوي أربعة من آي واحد. أوكي. فهلأ صار عنا الآي نيو عبارة عن أربعة آي ون. هلأ البي ون اللي هي الأصلية 75 ديسيبلز عبارة عن 10 في لوج الآي ون على آي نوت واللي هي بتساوي 75 ديسيبل. طيب البي لنيو عبارة عن 10 في لوج الآي لنيو على الآي نوت. طيب هلأ نجي نعود مش الآي لنيو عبارة عن الأربعة من آي ون فبنقول بي نيو عبارة عن 10 لوج الأربعة من آي ون على الآي نوت. أوكي. هلأ في عنا قانون من قوانين اللوج أخذناه برضو بالرياضيات. لما يكون عندك log A مضروبة في B رح تكون بتساوي log ال A زائد log ال B. هاي برضو قانون حفظ وبرضو مهم. فهلأ نيجي هون اعتبرنا احنا انه العشرة log اعتبرنا انه الاربعة مضروبة في الكسر اللي هو I1 على I0. معناها لما نيجي احنا نحط هاي على هاي الطريقة طريقة هذا القانون رح نقول 10 مضروبة في لوج الاربعة زائد لوج الاي ون على اي نوت. طبعا هذا كلياته مضروبين في هاي العشرة فالاربعة مضروبة في هذا الكسر اللوج بيتوزع بيكون في بينه جمع فبصير لوج الاربعة زائد لوج الاي ون على اي نوت. طيب هلأ نيجي نوزع العشرة على هدول الاثنين فرح يصير عنا 10 لوج الأربعة زائد 10 لوج الآي ون على آي نوت. هلأ 10 لوج الأربعة بالآلة الحاسبة بنعوضها تعويض مباشر زائد 10 لوج الآي ون على الآي نوت. هلأ هاي مش هي نفسها البي اللي هي وينها اللي هي بي ون البي ون 10 لوج الآي ون على آي نوت هي نفسها هاي. طيب كلياتها هاي قد ايه بتساوي 75 ديسيبل معناها بنيجي بنشيل هاي وبنحط مكانها 75 ديسيبل. طيب وبنطلع الجواب 10 لوج الأربعة طلعت معنا هون قد ايه بالآلة 6 فبنقول 6 زائد 75 بتعطينا 81 ديسيبل. هلا نيجي لهذا السؤال برضو هذا بده تركيز. The sound level measured 30 meters from a jet plane is 140 decibel. يبقى ال B1 بتساوي 140 decibel. Estimate the sound level at 300. طيب هلأ بده ال P2 قد ايه تساوي؟ لا
لو كانت المسافة 300 متر. أوكي. هنا 140 كانت عند مسافة 30 متر، فأدى المسافة عند 300 متر. الأول إشي القانون يلي بيربط القانون يلي فيه R وفيه مسافة، اللي هو قانون الآي، اللي هو قلنا إنه الآي بتتناسب مع 1/R تربيع، فبتكون بما أنها بتتناسب عكسي معها فبنقول آي 1/I2 رح تساوي R2 تربيع/R1 تربيع بما أنهم عكسي فرح نعكسهم. طيب فهلأ عشان نستخدم هذا القانون عشان نقدر نطلع البي، لازم أول إشي إنه إحنا نطلع الانتنسيتي عشان نقدر إنه إحنا نستخدم هذا القانون. طيب هلأ نيجي للانتنسيتي كيف نطلعها. هلأ نيجي لهون عنا البي 1، البي بتساوي 10 log الآي على آي نوت. البي الأولى قدامي 140 تساوي 10 log الآي على 1/4 سالب 12، نقسم على 10 على 10 تصير 14 بتساوي log الآي على 1/4 سالب 12. قلنا لما يكون زي هيك منحط 10 هون منحط 10 هون، فرح تصير عنا 10 أس 14 رح تساوي اللوج رح يروح مع 10، رح يضل عنا الآي على 1/4 أس سالب 12. طيب نروح منعوض فيهم بالآلة، بطلع لنا الآي رح تساوي 1/10 أس 2 وات على متر تربيع. طيب هلأ صارت عنا آي الأولى، بدنا نطلع آي الثانية عشان نقدر نطلع بيتو. فنقول قلنا إنه الإي 1 بتتناسب مع 1/R تربيع عكسي مع بعض، بما أنهم عكسي معناها آي 1 على آي 2 رح تساوي R2 تربيع على R1 تربيع. الآي 1 قدي 1/4 أس 2 على الآي 2 اللي إحنا نطلعها رح تساوي الآر 2 تربيع، الآر 2 هيها اللي هي 300 تربيع على الآر 1 تربيع اللي هي 30 تربيع. بالآلة الحاسبة بنعوضهم، بيطلع عنا الآي 2 بواحد W لكل متر تربيع. طلعت عنا الآي 2، إيش بدهم بالسؤال أصلا؟ بي 2. فبنروح بنقول بي 2 بتساوي 10 log الآي 2 على آي نوت. فهلأ بنقول بي 2 تساوي 10 log الآي 2 اللي إحنا طلعناها 1/10 أس سالب 12، وهي بنعوضها تعويض مباشر بالآلة وبيطلع لنا البي 2. اوكي. طيب نيجي لهدول اسئله السنوات. اول سؤال بحكي لك past years question what is the intensity of sound wave that has a 16 decibel sound level. هلا عندنا هنا هاي تعويض مباشر، البي تساوي 10 في لوج الاي على اي نوت، البي هي 60 تساوي 10 في لوج الاي ضرب على 1/4 أس سالب 12، وبالآلة الحاسبة على طول بنطلعها وبنعوض، بنحط 10 هون وبنحط 10 هون، بنشيل 10 مع اللوج، وهنا 10 أس 6 رح تساوي آي على 1/4 أس سالب 12، وبنطلعها بالآلة. هل نجي لهذا السؤال؟ هذا السؤال مكرر موجود برضو بشابتر 11، بس نرجع نشرح مرة تانية. عنا هون قلنا دولفين بيعمل ساوند ويف to reach a target. هو عنا هون مثلا على أساس إنه هاد دولفين يعني بنعمل ساوند ويفز to reach a target، بده يوصل لنقطة معينة على بعد 100 متر away. How long does it take؟ قد المدة الزمنية اللي هو بده إياها عشان يروح الساوند ويف هذا ويرجع له مرة تانية؟ معناه هو رح يقطع مسافتين، أول مرة مسافة الروح رح تكون 100، مسافة الرجع رح تكون كمان 100، فمية مع 100 فرح تكون المسافة اللي قطعها 200 متر. أوكي. Took it back to the dolphin بحيث إنه الباك موديلس كذا والرو سي للووتر هي كذا. أوكي. فهلأ إحنا بده زمن، أي زمن بيساوي المسافة على السرعة. المسافة موجودة اللي هي 200 متر، السرعة بدنا نطلع السرعة. فهلأ عنا كان قانون بما أنه معطيك البالك موديلس ومعطينا كمان الرو، فبنقول في عنا قانون جذر
اللي هو الرو البي على رو، فمنعوض تعويض مباشر، هاي بنحطها هون، والألف وتلاتين بنحطها تحت تحت بالمقام تحت، فهيك بنعوضهم بالآلة بيطلع لنا الفي. وآخر إشي بنقول إنه عشان نطلع الزمن، الزمن عبارة عن distance على speed. الدستنس قلنا روحة 100 ورجعة 100 متر، فهيك بيصير عنا 200 متر على السرعة، وبيطلع لنا الجواب. آخر إشي هون بنقول two identical loud speakers، عنا هون speakers، أساس هذول speakers يعني they are located from the same distance from the person، هون أساس واحد بالنص، والspeakers موجودة على نفس المسافة، على من نفس المسافة من الشخص. طيب the intensity level of the sound for each source is 70 decibel، هاي البي 70 وهاي كمان البي بسبعين ديسيبل. طيب فهلأ لما يطلعوا الأصوات الاثنين مع بعض، if the sources are operating simultaneously، إذا الأصوات قاعدين عم يطلع مع بعض، إيش هي البي النيولي رح تكون؟ هاي تقريبا نفس فكرة هذاك السؤال تبع العازفين يلي بيعزفوا، فبنقول هون إنه البي بتساوي 10 في لوج الآي على آي نوت. خلينا نقول نطلع الآي، البي 70 بتساوي 10 لوج الآي على 1/10 سالب 12 على 10 على 10، هاي بتروح هاي بتروح، فبضل عنا 7 بتساوي لوج الآي على 1/10 سالب 12. فهنا بنقول 10 أس 7 وهنا 10 أس لوج، بتروح اللوج مع العشرة، بصير عنا 10 أس 7 تساوي آي على 1/10 سالب 12. بنطلع الآي ورح تطلع معنا الآي 1/10 سالب 5. طيب هلأ منيجي نطلع البي لنيو، البي لنيو عبارة عن 10 أس لوج الآي نيو على آي نوت. طيب هلأ الآي، هلأ مش إحنا في عنا 2 speakers، معناها الآي لنيو رح تساوي 2 من I1، بما أنه في عنا 2 speakers فعم بيطلعوا شدتين صوت. فهون معناها لما نيجي نعوض رح نعوض نفس الإش 10 لوج، بس هون رح نقول 2 ضرب ال I1 يعني 2 ضرب 1/10 سالب 5 على 1/10 سالب 12، وبالآلة الحاسبة منطلع الجواب بيطلع عنا 73 decibels. آخر سؤال برضه هذا موجود بالتشابتر، من القوانين الموجودة بالتشابتر 11، sound wave in air has a frequency، التردد تبعه ال f بتساوي 262 هرتز، travel with a velocity of ال v 343 m على s، ايش هو ال wavelength؟ برضه هالتعويض مباشر، ال v بتساوي ال wavelength ضرب f، وعلى طول بنطلعها من التعويض المباشر. وبس هذا هو كان chapter 12، chapter سهل وما بده اشي، يا دوب نص ساعة، ساعة بالكتير دراسة، وإن شاء الله بيكون خالص وموفقين يا رب.